بره مصر لانقاذها. يلا يا استاذ خالد. صباح الخير، انا اسمي صبريه خميس عبد العزيز. انا طالبه منكم حاجه صغيره قوي، انا محتاجه اعمل ايه؟ انا نفسيتي زي الزفت، والله نفسيتي زي الزفت. بالله عليكم ساعدوني، بالله عليكم انا ما بعرفش انام، اقسم بالله ما بعرف انام من الالم اللي انا فيه. اقسم بالله انا تعبانه، دراعي جتني ما بعرفش انام، ولا على الناحيه دي ولا على الناحيه دي. والله ما بنام على فخده، والله العظيم انا ما بنام على فخده. اللي في ايده حاجه يعملها لي، انا نفسيتي زي الزفت، والله ما بعرف انام، اقسم بالله ما بعرف انام. اللي في ايده حاجه وزعها للست الريس، اقول لكم انتوا اخواتي، اعتبروا لاختكم، انا ما عنديش حد، انتوا اهلي. بالله عليك اعملوا لي حاجه، انا تعبانه، ولا بعرف انام على رقبتي، ولا بعرف انام على دراعتي، والله العظيم انا ما بعرف انام، ساعدوني، محتاجه عمليه تجميل، عايزه افرد كوعي. بالله عليكم ساعدوني، انا مش محتاجه فلوس من حد، انا محتاجه عطفكم عليا بس. بالله عليكم انا محتاجه عطفكم عليا بس، محتاجه اي حد يشوفني اصعب عليها بالعمليه ينبكوا صغير. والله حاجه تحزن، حاجه يعني تخلي اي واحد عنده ضمير يقوم ضميره ده ينقح عليه، خاصة لو كان مسؤول، ندور نشوف الست دي فين حتة ويبعتوا لها لحد بيتها ويجيبوها عشان يعالجوها. وانا هنا بوجه كلامي للسيدة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، هذه المواطنة صبرية خميس المقيمة بمحافظة البحيرة، احنا نقدر نوصلكم ليها. بوجه كلامي للسيد امين عام المستشفيات الجامعية، بوجه كلام للسيد امين عام المستشفيات والمراكز الطبيه المتخصصه. معقوله احنا مصر مش هنقدر نعالج الست الطيبه دي؟ انا مش عارف ليه متفائل والاقي حد بيكلمني سواء النهارده او بعد الهوا ويقول لي هنعالجها.